دينا ليكيب 2713 شحال نهاركم زين بونجور مرحبا نهارك اسعد ليا صافا لاباس عليكم بخير مريم شنو حوايجكم كيفاش جيتوا في الريح والله يا طايرين ولا تمشوا على ساقيكم سبقناه شويه برك سبقتوه شويه تري بيان بي باش نمشيو نعملوا دوره كيما العاده في لي ريزو سوسيو نشوفوا اهم حاجات اللي تبارتاجيت وتنبرت اي سورتو البارح الاخبار اللي توانسه الكل يستناو فيه واللي هو الاعلان على رئيس الحكومه الجديد اللي المكلف بتشكيل الحكومه المرتقبه المده الجايه دونك نرجعوا على المواضيع هذه الكل خلينا نمشيو توت سويت ناس البوك Time to check my Facebook. Facebook, Facebook, gotta check my Facebook. Facebook, Facebook, gotta check my Facebook. It's the Facebook where. Yes, it's book. ناس البوك في البداية ساعة الكلنا شفنا البارح الأخبار اللي كان دار أول النهار أنه مش باش تصير ندوة صحفية يقولوا فيها ولا يتم فيها الإعلان على رئيس الحكومة ولا الاسم لرئيس الحكومة وإنما يبش يهبط في بيان على صفحة رسمية لرئاسة الجمهورية وذول اللي قعدنا نستناه لساعة متأخرة من الليل حتى لين تأكدنا وعرفنا الاسم اللي باش يكون هو رئيس الحكومة الجديد دونك شقولكم في الياس الفخفاخ كرئيس حكومة ريم عند ريم علاش عند ريم غزرت لك ليك انت انا غزرت لي انت عطيني بالظهر ماكش تشوف ديما مو ديما يا ديما ها ديما بون علاش ليه علاش ليه معناتها فخفاخ معناتها شد مالي قبل شد سياح وكل شيء بون حكايه الاخفاق نجاح والاخفاق معناتها مش كان هو معناتها ظهر لي الاحزاب والحكومات كلها ما شاء الله عليها وصلتنا توا. النجاح مرتبط زاد بالطموحات خاطر كنت تفكر يلدز وقت جاب حدنا سياسي الفخفيخ في الانتخابات الرئاسيه كان من بين طموحاته كان يخدم على المدى البعيد اللي هو وقتها ما كانش معناتها من اهدافه باش يكون رئيس جمهوريه. جوستومون اي. معناتها في الحوار معنا وقتها قال مش من اهدافه برشا انه يكون رئيس جمهوريه. قدم هو تجربه اي. لكن عنده طموحات سياسيه اخرى هاو توجد برئاسه الحكومه. أول تصريح لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ نسمعه مع بعضنا تشرفت بلقاء السيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد اليوم الذي كلفني بتكوين الحكومة التونسية أود في البداية تعبير على شكر سيادة الرئيس وأبذل كل ما في وسعي لتكوين حكومة في مستوى هذه الثقة وفي مستوى هذه اللحظة التاريخية ومستوى انتظارات الشعب التونسي سيليس الفخفيخ قبل ما يكون حتى مترشح لل معناها قبل ما يتطرح اسمه في رئاسة الحكومة ولا بين الأسامي المرشحة لرئاسة الحكومة كما قلت ريم كان شارك في الانتخابات الرئاسية وكان عنده برنامج واضح خلينا نسمعوا بعض النقاط اللي من البرنامج هذايا اللي كانت موجودة عند الياس الفخفيخ النقطة الأولانية نعم تبقى لأحكام الدستور اللي يضمن المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات مع حق المواطنين اللي راهو انهم يحبوا يطبقوا حسب الشريعة الإسلامية واحنا بلاد تحترم اللي يحب يطبق الشريعة هذا هي بالنسبة لقانون المساواة في الميراث اش قولكم ما عندوش فكرة أخرى في الاقتصاد مثلا عندكش فكرة أخرى حكينا فيه برشا موضوع متاع التساوي في الميراث هو في إطار ترشح لوقت الانتخابات الرئاسية برنامج رئاسي النقطة الثانية لا يلزم تحديد الحالات الاستثنائية جدا 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 اللي تنفذ فيها حالة الإعدام أما إلى حتى لين نكملوا هالتحديد يلزم تتعلق التنفيذ نتاعها تنفيذ حكم الإعدام كيف راي برشا توانسه برشا توانسه يقولوا راهم ماناش مع حكم الاعدام الا في حالات قصوى معناتها باحترام لحق الحياه. النقطه الثالثه واللي تهم صغيراتنا وتهم مستقبل صغارنا. نعم لازم ذا الوقت انه ما نحرقوش مستقبل ابنائنا لانه استهلك ماده مخدره ما يلزم الضرب بيد قويه على كل المهربين وال لي ديلور دو دروك. قانون المخدرات ولا الزطله؟ أنا اللي كان توا معناتها اللي سمع الباساج الأولاني اللي هو مع الشريعة يسمع توا اللي هو مع الزطلة باش يدخل بعضه معناتها مش ما عادش باش يفهم روحه معناتها اش باش يعمل. فما نقاط أخرى حكى عليها هو فيما يخص الحريات الفردية والكل، أما أنا المرة هذي نحب نعلق بحاجة هكا يمكن غريبة شوية، تفكر وقت الانتخابات لي بوان الكل اللي يطرحوهم المترشحين لرئاسة الجمهورية كانوا معناتها في ضمن صلاحيات رئيس حكومة. دونك اليوم الفخفيخ هو الوحيد اللي نقاطه نتاع رئاسة الجمهورية نجم في رئاسة الحكومة ماهوش بعيد برشا على انا يلدز الخطاب اللي استعمله البارح في الليل معناتها استعمل ما يسمى بدولة العدل الدولة العادلة
واستعمل معناتها احترام القانون واستعمل معناتها وروح الثورة وكل شيء، تحسه كأنه قاعد معناتها في الخطاب يمس في بارشا، يحاول انه يكون هو اللي يجمع الناس الكل. فوالا برشا احزاب في نفس الوقت. فوالا فيديو اخر يجينا من القيروان، مواطن تونسي يتمنى في اطلاق، يتمنى في اطلاق صراحه كانت تفكروا فخري الاندلسي اللي كنا تناولنا الموضوع نتاعو وحكينا عليه، المحكوم بحكم الاعدام في قطر على طريقته الخاصه، خذي قفص كبير متاع عصافر ويحل فيهم ويسيب في العصافر، معناها كحركة رمزية اطلاق سراح العصافر هذوما كيما اطلاق سراح فخري الاندلسي. خلينا نسمع. ربي كيما اطلاق السراح الطير هذا اطلاق سراح فخري الاندلسي في سبيل العليم، ربي ما باش تنفذ كل منظور معنا الحرية، الحرية الحرية الفخرية الاندلسي، ان شاء الله يا ربي يسمعنا عليه خبر به، وان شاء الله زادا ان شاء الله ياخذ الحرية نتاعه على قريب. وباهي الناس كي ما نسيتش باهي معناتها كي فخري الاندلسي مازال حي في اذهان الناس، والناس مازال تخمم في بعضها ومعناتها تطالب باطلاق سراح وطفل هذا، ربي يفك اسر. هو للاسف فخري الاندلسي فما برشا جمعيات معناتها المجتمع المدني مش واقف معاه برشا بخلاف بعض وسائل الاعلام اللي تنبت الموضوع، ولكن والدته هي اللي قاعده تتنقل وتحاول وحدها معناتها بمجهودات فرديه ويساعدوها بعض افراد العائله باش نجم توصل لصوت ولدها. الفيديو الاخراني الحقيقه باش نبدلوا به الجو ونبعدوا به على جو السياسه الكل، شنو رايكم في العرس؟ الفرق بين كي تعرس بقوريه وكي تعرس بعربيه والا تونسيه؟ وهي جنسيه عربيه. سي حافظ. الكسي مش فرد مطعم. هو تونسيه مش كيما جنسيه عربيه. اي خلينا نحكيو على تونسيه، كيفاش الفرق انك تعرس ببنيه تونسيه والفرق انك تعرس ببنيه قوري؟ نسمع مع بعضنا. نعطيك انا اكزامبل ما يضحكوش عليا العباد، ما يضحكوش عليك، ما يغشوش الناس كيف ما تاكل مقرونه تونسيه محرحره موزوزه بنينه كيما تاكل مقرونه زعره بالكركم. صحيح. خلينا نسمع ترى. ودي سهل الفرق بين القورية والعربية. قورية خويا تحب تحبك ليدات، قورية تمشي لما تقول لها ماما راهو شوي اموغوز، تقول لها تدخل في طون ان شيغي، تقول لها وي، تقول لها شوي تخي كونتونت بوغ توا. العربية تمشي لما تقول لها يما راهو تعرفت على على جابر، هي وش يخدم ولد شكون قديش يخلص، طفل واحد عنده باي ولا لا، داره بعيدة عمه قديش عنده من اخته، وتبدك الحسابات يا ودي ماديات، ودي عقلية تعبة صاحبي، عقلية تاع ماديات وعقلية وصياغة بيضة وصياغة حمراء، وتتعارك هي ورجلها تروح تقول لها هم جبتي الصياغة خليني مت الحرب. اش قولك؟ هذا مواطن تونسي يفدلك والله يعطي صحة، عنده روح الدعابة أما عنده روح الدعوب معناتها ظهر دعوب، أما ماهيش هكاكا المرأة التونسية. مصحيح المرأة التونسية إذا حبتك بالرسمي، وذي مقولة راي قورية حبتك برسمك عمرها 78 وتحبها ما تحبهاش، ما تحبكش عمرك 20 تي تحبك بالصيف عليها. إيه أنا مش نوى قورية، ليه لا تونسية تحب مليح وتضرب مع راجلها وتصبر وما عادش هذه حكاية الصياغة البيضة وكذا قلة قليلة، مازلنا نفدلكوا بها، ما في الواقع يا ودي قريب هي تشري لك الصياغة. أنت كي عرستي حافظة زيت بيضة ولا حمر؟ موف صفرة هي بيضة ولا صفرة؟ باهي هذيا دونك شعنا لليوم في الناس البوك، خليكم معنا ديما مع عدلين موجاتكم على نجمة فام 88 4 95 9 88 9، بعد شوية نعملوا قراءة لأهم عناوين الصحافة التونسية في الغوفي دو بريس، خليكم معنا.